السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر بولف. مقطع جديد. فبنبدأ مقطع ما تشتركوا في لايك تشوفوا في حلقة زي مش مشتركين وكمان تفعل زر كل فيديو جديد. طبعا شباب النهاردة هنلعب سكاي بلوك المهم بلوك. فلما بتبقى الحلقة ما تنسوش تحطوا لايك تشوفوا في كل مش مشتركين وكمان تفعل زر كل فيديو جديد. لا شباب هنعمل مكان المشتركين. فإذا عجبكم الحلقة ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة مش مشتركين. عارف قلتها 100 مرة. ويلا ندخل في الحلقة وليتس. أول حاجة يا جماعة هنحتاجها هي الخشب. فيعني خلونا كده نرغي معاكم شوية بأن احنا كده بقينا فاضيين. عارفين شباب اللي احنا معملناش بس الناس متابعنيش يعني على الديسكورد كنت تعبان قوي فما قدرتش أعمل بس أوكي. فيب خلونا بقى دلوقتي نعمل الحاجات الأسطورية ديت. فيب يا شباب كده على متوقع بقت الارضيه تمام وحلوه بس فين ارضيه وحشه لا دي فين هيك اوكي. فا او ماي جاد اندرمان 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 تعال هنا تعال هنا يا حبيبي. شوفوا يا شباب الاحتراف ازاي اكلوا. شوفوا يا جماعه في بي في بي في بي تعال يا حبيبي مطلعليش عين يلا احسن. فيب يا شباب فين في بي فيب فين اوكي شباب. خلونا بقى دلوقتي نبتدي في التصميم. طبعا شباب الرطب بتاعت كل ده بس انت عليك ان انت تعلق تعليق حلو واحطك فيه بس هي كده. فيلا واحد اتنين تلاتة خليه كمان من خمسة اوكي. واحد اتنين تلاتة اربعة لا واحد قصدي اتنين تلاتة اربعة خمسة نروح من الناحية التانية. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وروح من هنا. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وصلها بهنا كده. فيب كده شاب يب. فخلونا هنا بقى نعمل لنا دوت سلاب واحنا معانا اصلا لا ما معناش نعمل لنا كده بتاع 18 سلابة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ايوه خلوها 24 كده كفاية قوي ما اتوقع يعني دي توقعات يعني او في شقة بلوك احتمال كبير انها تنقص. فشاب احسن حاجة شاب في دوت في العالم دوت وان انا بقلب كده في المودات بتاعته لاحظت شاب ان في مود سيدز من الموارد ولكن انا متوقع ان احنا مش هنحتاجه علشان الاستباب طبعا شاب خلصت علشان عندنا شكر الموارد نحتاج ليه دوت فهمت انتو. فيب بس انا اقدر اعمل دلوقتي ايمرالد شجرة الايمرالد بس احط شجرة دايموند معايا دايموند بالهبل يعني مش شجر قصدي دايموند بالهبل. فيب بس ما باش لو انتوا لاحظتوا عملنا فول ارمور دايموند علشان يعني كده وفهمتوا انتوا كده بقى ناقصين الخشب ما شاء الله الخشب كله راح على الارضية اللي هنا. فبرضه شباب هنجمع النهارده في الحلقه بتاعت النهارده يعني من هنا برضه من البلوك عشان عارف ان انتوا يعني كده بس ان شاء الله شباب ما يطلع لناش كريبر زي المره اللي فاتت وكل حاجه تخرب والانفنتوري يتملي. طبعا يا شباب صحيح نسيت اعمل الصندوق بتاع تكريم اللي هيدخل. فيا جماعه الخير هي الرطب كالاتي. الرطب هي كابلستون وايرون طيب هلاقيه معلق تعليق جدا والسوري يا شباب هدخله في رطبة من دول كده. شباب اخدنا دولت كده خلونا الوقت نعمل لنا احلى شيست فين ايوه كفو. طيب ونحطه كده هناك نحطه مثلا شباب ان هنا هتبقى لا ورا دي هتبقى الحيطة. خلونا بقى نحط هنا كل الموارد اللي معانا علشان دوت اللي يكسب بقى هو محفوظ يا شباب على حاجة ده نبقى نرتبها انا وانتو كده مع بعض. طيب اوكي بحس انا بقلب كده ان فينا 18 سلابة وفي هناك كريبر فنروح نقتله وليتس جو بس كده. طيب يا شباب مش عارف ليه بقع كده كتير الصراحة يعني ولكن عادي يعني هما الاساطير كده دايما يا حبيبي. فا يا شباب السبات ديت ملهاش لازمة اوكي ملهاش لازمة اوكي. فاوكي شباب فاضل طبعا الجدار ولكن للأسف احنا ما عندناش دوت.
كان اسمه ايه، ما عندناش خشب فاضي فكسر الخشب، فقصدي احاول اجيب خشب وارجع سجل. الله يحميك سجل. لا يا ربي الحمد لله جالي سلونست اوكي، وجالي بلوكة ايرون والكلام دوت. طلعت لي يا جماعة الخرب بتاع ديت، فياب يا لهوي البتاع ديت كان اسمها ايه مش فاكر، اللي هي اللاكي بلوك، ايوه اللاكي بلوك الحمراء بتبقى معفنة دي، طلعت لي وانا بقلب كده، فقصدي وانا بقصر ان شاء الله يعني ما يطلعش السنس دوت دائم. ايوه اختفى الحمد لله. او ماي جاد وات، ليه جيم اوفر؟ اوكي يا شباب وانا كسرت بلوك وقال لي جيم اوفر، اوكي يا شباب طبعا دوت عملنا ايه، كل شباب اللي انا عملته ان لما هو قال لي جيم اوفر تليفونه ساعته فيجيت، فبعدين نسيت ان هو متصورش ياب، فعملت شباب الحاجات ديت اللي هنا و علشان كده فهمت طبعا. وهنخلي نشوف طبعا الجدار اللي ورا، هنخلي الجدار اللي ورا، نخلي شباب الجدار اللي ورا طبعا دوت يكون من الموارد، انما الجدار اللي قدامي دوت هيكون من خشب. اوكي يا شباب خلونا بقى شباب نكمل كده، احنا هنكسر شجرة الدايموند دوت عشان نجمع لنا خشب، وكمان في نفس الوقت نجمع لنا دايموند عشان الكلام دوت، عشان الخشب شباب تجميعه صعب قوي هنا في السلسلة ديت، بالذات من البلوكة الواحدة المعفنة اللي هناك ديت. فخلونا نجمع هنا كده بقى. وليتسكو ما كملتش يا اخي دقيقتين بس كده، سبت اللعب عشان اعمل حاجه. شوفوا يا جماعه الخير دخل عليا ايه، لا حول ولا قوه الا بالله يا عم اقتلهم يا عم، دول بيتقتلوا ايزي يا عم. وقع ايه، وقع ايرون، والله حظي اسطوره يا شباب في السلسله ديت. فيا وقعت يا جماعه الخير برضو شجر، فيا وكمان هنحتاج شجر كتير قوي، قصدي مش هنحتاج، قصدي هنحتاج دوت خشب كتير علشان نعمل البتاع ديت. فانا بحاول اشوف اجمعه بسرعه عشان دوت مش قادر يعني اكمل. اوكي شباب طبعا بعد وقت طويل هو ده شباب التصميم اللي طلع معانا، يعني حرفيا يعني تعبت عليه من ناحيه تجميع الموارد، بس الشكل انتوا بقيموه لسه شباب. عامل هنا كمان سور فياب، فخلونا شباب بقى نحط اول اسمين معانا، وانا هبقى اظبط بقى شباب في المناطق اللي انا مش حاطط فيها ديت سياج والكلام دوت. فانا شباب اول طبعا شباب اسمين، واحد من بلوكة الريدستون والتاني من بلوكة طيب يا شباب عملت اول 3 صهيان يا شباب. فياب الروت يا شباب كالاتي، الايمرالد اعلى حاجه، دايموند قبليه، واللي قبليهم بقى كلهم الايرون، وقبليهم ريدستون، وقبل اللابز، وقبل ايه كمان، وقبل لا وخلاص كده، وبعد ليه جولد بقى والكوبر فيب. فيب يا شباب اول رتبه يا شباب معانا النهارده هي للسايبر برو اللي هو عمر البوت. ثانيه خلونا نكتب سايبر برو. فيب فيب يا شباب سايبر برو سايبر، ايوه هو ده. فا شباب سايبر برو شباب الكومنت بتاعه طبعا دلوقتي هيطلع قدامكم على الشاشة. طبعا يا شباب مين الأسطورة اللي يستحق بلوكة الدايموند؟ أكيد الداعم الأسطورة دوشكا. فا ياب دوشكا، آسف لو أنا كتبت الاسم غلط، لو كتبته غلط هبقى أحاول أصلحه. فا ياب عشان تدخل يا شباب طبعا معانا السلسلة ديت لازم بقى تكتب تعليق حلو. ياب فكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الحلقة، أتمنى تكون عجبتكم الحلقة، فلو عجبتكم الحلقة متنسوش تحطوا لايكات وتشتركوا في القناة إذا ما كنتوش مشتركين، وكمان تفعلوا زر الجرس والفيديو جديد طبعا يا شباب. في الحلقات الجاية يعني هنطور كده من حاجات شوية، حلقة كاملة أو بث مباشر كامل هنطور في البيت. فيب
فيا باشا اذا عجبتكم يعني ما تنسوش تحطوا لايك شوف فكره كنتوا مشتركين كومنت فاز رجل كل فيديو جديد يلا اشوفكم في حلقات تانية وجود باي. We'll be right back.